القرار على مسودة قرار بفرض حظر طيران فوق ليبيا. الرجاء انزلوا أيديكم. الذين يصوتون ضد القرار الرجاء رفع أيديكم. الممتنعون عن التصويت ارفعوا أيديكم. Please put down your hand. الرجاء انزلوا أيديكم. The result of the voting. نتيجة التصويت هي كالآتي: 10 أصوات لصالح القرار، صفر ضد القرار، 5 امتناع عن التصويت. إذن تم تبني هذا القرار. القرار 1973. الآن أعطي الكلمة لأعضاء الوفود الذين يريدون إلقاء كلمتهم بعد الانتهاء من التصويت. أولا أعطي الكلمة لممثلي لبنان. شكرا سيد رئيس. شاهدتم كما شاهد العالم بأجمعه تسارع التطورات المؤلمة. Have witnessed the very rapidly unfolding events and the great suffering. ويجري في ليبيا هذا البلد العربي تسارع التطورات المؤلمة. Have witnessed the very rapidly unfolding events and the great suffering. ويجري في ليبيا هذا البلد العربي الشقيق من أعمال عنف واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران. From acts of violence and the use of heavy weaponry, as well as مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا البريئة large swath of the population. ومن نزوح hundreds of victims مئات الآلاف من أبناء الشعب الليبي نتيجة ذلك. And we have witnessed the displacement of thousands of Libyan citizens. وأمام خطورة هذه الأحداث لم يقف مجلسنا متفرجا faced with these risks, بل أصدر القرار رقم 1970. Our council has not remained arms crossed on the sidelines. We have adopted resolution 1970, which demanded the immediate cessation of all acts of violence. الجرائم المرتكبة كما قررت الجمعية العامة تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان. ولكن نظام القذافي الذي لم يستمع لمطالب شعبه أصلاً لم يكن ليستمع للقرارات الدولية بل ضرب عرض الحائط بها. فبادر لبنان إلى دعوة مجلس الأمن إنفاذا لقرار جامعة الدول العربية تاريخ 12/3/2011 لي وأقتبس من قرار الجامعة تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فورا وإقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات. انتهى الاقتباس. ويأتي قرارنا اليوم ليستجيب في جوهره إلى نداءات الليبيين أنفسهم وطلب جامعة الدول العربية بوقف أعمال العنف المفرط والجرائم المتمادية التي ترتكبها السلطات الليبية بحق شعبها مما أفقدها الشرعية كما أتى في بيان الجامعة المذكور. فقرارنا يهدف في الدرجة الأولى إلى حماية المدنيين في ليبيا مع التشديد على ألا ينتج
عن الوسائل التي يجيز اللجوء إليها من أجل ذلك أي شكل من أشكال الاحتلال لأي جزء من الأراضي الليبية. ويهمني السيد الرئيس في هذا الإطار أن أؤكد أيضا على ما يلي: من البديهي أن لبنان البلد الذي عانى الكثير من ويلات العنف والحروب، أن لبنان لا يمكنه أن يكون من دعاة الحرب واستخدام القوة في أي منطقة من مناطق العالم وبالأخص في ليبيا الشقيقة. بالتالي يأمل لبنان أن يكون لصدور قرارنا اليوم الدور الرادع، فتوقف السلطات الليبية استخدام كل أشكال العنف ضد شعبها مما يغني عن استحمال القوة. ويهمنا أيضا أن نشدد كما فعلنا في كل مراحل المفاوضات التي أدت إلى صدور هذا القرار على أهمية لا بل ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي الليبية احتراما كاملا. وكذلك شدد لبنان ويشدد على أهمية التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والجامعة العربية كما ينص على ذلك الفصل الثامن من شرعة الأمم المتحدة، وقد ورد هذا أيضا في القرار الذي صوتنا عليه منذ لحظات. وندرك تماما أن الإجراءات التي يجيزها قرارنا اليوم لن تكفي وحدها لعودة الاستقرار إلى ليبيا، لذلك نؤكد على أهمية الجهود الآيلة إلى إيجاد حل سلمي للوضع في ليبيا، وندعم خاصة مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد عبد الإله الخطيب. السيد الرئيس، أمام المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب الليبي وحيال فداحة الخسائر وضخامة الأخطار، وإن لم يكن قرارنا اليوم مطابقا كليا لما كنا نرغب به، لكننا نأمل أن يحمل في طياته الأمل بغد أفضل لليبيا وشعبها الأبي. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. The situation in Libya is clear. The violent dictatorial regime has lost this system. الذي فقد كل شرعيته جعله يستخدم أسلحة حرب ضد المدنيين. إن نظام القذافي تجاهل مطالب هذا المجلس في القرار 1970 بوقف العنف ضد الشعب الليبي، وهو الآن يعد العدة لهجوم عنفي على مدينة سكانها مليون شخص يعود تاريخها إلى 2500 عام، فقد بدأ بغارات